نبدأ نتكلم عن المسألة الرابعة. المسألة دي طبعا من هي آخر مسألة في الشيت، ودي أهم مسألة أصلا. الشيت طبعا غير الشيتات بتاعت السنة اللي فاتت، عشان حد بس الشيتات بتاعت السنة دي كلها متغيرة عن الشيتات السنة اللي فاتت، وفي حاجات أنت مخدتهاش كتير جدا، فعشان بس ما حدش يدور في الشيتات القديمة ويلاقي حاجات أصلا ما شافهاش ويقلق يعني. لا، هو الدكتور مبسط لكم الدنيا أكتر بكتير أوي من السنة اللي فاتت، وشال أجزاء كتير يعني. فطبعا دي من اهم المسائل اللي هو ممكن يجيبها، او احتمال كبير ان شاء الله يجيبها في الامتحان او في الفاينل، حتى لو ما كانتش في نفس الارقام هتبقى حاجه قريبه منها، لان المسائل دي الوحيده اللي بتربط شابتر 2 بشابتر 3. طيب، بيقول لك عندك ليكويد بروبان سي 3 اتش 8 دخل في في الكومبشن تشامبر عندك بدرجه حراره 25 درجه سيلسيوس بمعدل 1.2 من 10 كيلو جرام لكل دقيقه. طيب، حصل له ميكسنج مع الاير، قد ايه اير؟ قال لك 150% اكسس اير. تمام، دلوقتي قال لك ان الاكس اير دخل اصلا الكومبشن تشامبر عن درجه حراره كام؟ قال لك عن درجه حراره 12 درجه سيليزيوس. طيب، قال لك طيب لو الكومبشن تشامبر اف ذا كومبشن جاز كونسيست اوف سي او 2، قال لك بيقول لك البرودكت يعني، بيقول لك هو البرودكت فيها سي او 2 و اتش 2 او والسي او والاو 2 والان 2. طيب، البرودكت عن درجه حراره كام؟ قال لك عن درجه حراره 1200 درجه كلفن. طب عن ضغط كام؟ 2 اتموسفير. تمام، دول لك دلوقتي تيرمن، عايزك تبدا تجيب له قيمه الاكوليبريم كومبوزيشن للبرودكت، وتحسب له الريت اوف هيت ترانسفير من الكومبشن. طبعا انا مش هجيب المطلوب التاني ده، هو نفس اللي كان في الشتات اللي فات، فمش محتاج ان انا اضيع في وقت يعني. لو في حد عنده مشكله فيه عادي ابقى اديكوا الحل بتاعه، مفيش مشكله. اول حاجه عايزين نحسبها هو الاكوليبريم كومبوزيشن. طيب، بالشكل ده اصلا احنا معناش معادله نبدا، ممكن نبدا نحط ازاي بدا في المساله دي. نبدا ان احنا نكتب اول حاجه المعادله عشان نجيب اللي هي الثيوريتيكال، عشان نجيب منها الاكشوال يعني. هبدا ان انا اوزن المعادله واجيب قيمه الاير الثيوريتيكال زي ما كنا متعودين، واجيب قيمه ايه الاير الاكشوال. فطبعا سي 3 اتش 8 زائد الاير الثيوريتيكال في الاو 2 بلس 73% في الـ N2، الناتج هيبقى عندك هنفترض طبعا هو X من CO2، وهنفترض إن هو قيمة من الـ Y وقيمة من الـ N. طيب، أبدأ بعد ما أعمل البالانس هجيب قيمة المجاهيل دي كلها، فجبت الـ X طلع بـ3 والـ Y طلع بـ4 والزد في الـ N2 طلعت بـ18.8، دي زد مش Y. تمام. طب دلوقتي أنا عايز أضيف بقى القيمة الجديدة اللي هي تبقى 150% اكسس اير. فطلعت القيمة بكام دلوقتي؟ الاير ثيوتيكال هضرب الخمسة دي في 1.5، في 1.5، في 1.5 زيادة يعني، اضربها مثلا اضربها كده في 2.5، فتطلع القيمة بكام؟ بـ12.5. وارجع تاني عشان احط القيم بتاعت المعادلة. عندنا اكس من السي او 2 و اكس ناقص 3 ناقص اكس من السي او، لان انا مش عارف قد ايه من السي او 2 ومش عارف قد ايه من السي او 2، و الاو 2 نفس النظام زائد 4 اتش 2 او، طبعا مش هتغير ما فيهاش اي حاجه تتغير، وعندك 47 كام من الان 2. طيب، نفس المساله اللي كانت رقم 2 لما كنا عايزين نعرف قيمه الكومبوزيشن للتفاعل. طيب، انا دلوقتي اعرف ازاي يعني منظر المعادله دي كلها، انا اعرف منين ان المعادله استخدمها من التيبل وابدا اشتغل بيها. دلوقتي انا بستخدم المعادله الا العناصر بتاعتها كلها موجوده يعني. دلوقتي السي 3 اتش 8 والهواء ده دلوقتي احنا مش عندنا، مش حاططهم في التشامبر وسبتهم لما يوصلوا حاله الزلزال، لا ده انا حرقت كل الوقود فعلا. فدلوقتي السي 3 اتش 8 ملوش وجود وحرقت الهواء دوت، فدلوقتي المكونات دلوقتي ملهاش وجود يعني. دلوقتي الرياكتان دوت ملوش وجود معايا في الشامبر، انا دلوقتي شغال على البرودكت بس. دلوقتي انا ابدا ابص على البرودكت، ايه العناصر الموجوده في البرودكت، تمام، عشان ابدا ان انا اشوف ايه اللي معادله الاكوليبريم عشان ابدا اعرف قيمه الكومبوزيشن. طيب، هبدا ان انا اشوف مين الاليمنت الموجوده كلها، ابدا اخش التيبل والمعادلات قدامنا اهي. طيب، انا دلوقتي اللي انا شايفه قدامي ايه؟ انا شايف قدامي السي او 2 والسي او والاو 2 والاتش 2 او والان. طبعا الان ده عامل حفاز مالناش دعوه بيه، يبقى انت كده كل مشكلتك فين؟ في السي او 2 والسي او والاو 2 والاتش 2 او. طيب، نيجي لمعادله الاتش 2 او، عشان تتحول لازم يكون العناصر الاوليه بتاعتها مين؟
لازم يكون في اتش في البرودكت او او اتش في البرودكت. نرجع، احنا عندنا اصلا او اتش او اتش في البرودكت، لا فدلوقتي الاتش 2 دي مفيش احتماليه ان هي تتحلل او يحصل حاجه او يغير في اي نسبه، فعشان كده هي اصلا زي ما احنا كنا عم حاسبينها من البالانس تطلع باربعه. لكن انا كانت مشكلتي في البالانس كانت ايه؟ ان انا مش عارف انا عندي قد ايه من السي او وقد ايه من السي او 2، فعشان كده ما افترضت قيمه الاكس للسي او 2. فطبعا انا عارف ان لما اجي اعمل بالانس للكربون انا عارف ان هو انا عندي 3 من الكربون، يبقى دلوقتي انا القيمه الباقيه ايه؟ هتبقى اكس 3 ناقص الاكس هي اللي هتبقى باقيه من السي او. طيب اجي اخش التيبل تاني، اجي اروح للسي او 2، السي او 2 العناصر بتاعته مين؟ قال لك السي او والاو 2. نرجع تاني، احنا عندنا سي او 2 وعندنا سي او وعندنا او 2، فالوحيد الاحتمال ان هو يحصل له تفكك او يحصل له ان هو النسبه بتاعته تزيد، يعني ممكن احتمال دلوقتي ان ايه السي او 2 يتفكك للسي او زائد او 2، العناصر كلها موجوده. طب عندي احتمال يحصل العكس ان الاو 2 والسي او يتحولوا لسي او 2، برضه الاحتمال ده برضه موجود لان الثلاث عناصر عندي دلوقتي في البرودكت. تمام، يبقى دي المعادله اللي انا اقدر اشتغل عليها. فدلوقتي ابدا احط قيمه المعادله اللي هي السي او 2 اللي هي الثيوريتيكال، تم الخط رايح جاي زي ما قلنا كده، يبقى دي المعادله الثيوريتيكال عشان اجيب قيمه الكي بي، لان قيمه الكي بي هي اللي تقدر تخليني اوصل لمين، هي قيمه الكي بي دي هي اللي تخليك اصلا توصل للنمبر اوف مول اللي هي الاكشوال. طبعا احنا عندنا قيمه الكي بي اصلا المعادله دي هنخش نجيبها من التيبل عند درجه حراره كام؟ 1200 كلفن. فانا ابدا اول حاجه اخش التيبل عند درجه حراره 1200 كلفن، اخش اجيب القيمه بتاعت الكي بي، او بمعنى اصح هي اللين الكي بي. يبقى لين الكي بي بيساوي كام؟ سالب 17871. تبقى قيمه الكي بي بكام؟ ب 1.73 من 100 في 10 اس سالب 8. طيب ابدا دلوقتي انا عايز اعوض، احنا قلنا قيمه الكي بي اصلا بيساعدك انك تعرف تجيب الكومبوزيشن او بمعنى اصح الاكشوال نمبر اوف مول بالمعادله. فنبدا دلوقتي اول حاجه النمبر اوف مول الاكشوال للسي او هو كام؟ 3 ناقص اكس. طيب والاكش والثيوريتيكال بواحد. اللي بعده نمبر اوف مول الاكشوال للاو 2 بتسعة ناقص نص اكس. طب والثيوريتيكال بنص يبقى باور نص. انزل نمبر اوف مول الاكشوال للسي او 2 هو عباره عن اكس في الثيوريتيكال اللي هو بواحد مضروب في البي. البي احنا قلنا بكام؟ بنعوض بقيمته بالاتموسفير، هو كان كام في المساله؟ كان 2 اتوم، 2 اتموسفير عن نمبر التوتال اللي هو كام؟ هجمع كل التوتال بقى اللي في البرودكت اللي هو يبقى قيمه الاكس وال3 ناقص اكس وال9 ناقص نص اكس وال4 وال47 طلع ب63 ناقص نص اكس طبعا. والباور ايه؟ دلتا دلتا في، دلتا في اللي هي بتساوي ايه؟ الفي بتاعت البرودكت ناقص الفي بتاعت الاكت، يعني 1 ونص ناقص 1 تطلع بكام؟ تطلع بنص. برضو زي ما قلت لك استخدم تراير اند ايرور احسن لك، ان انت تبدا تعوض بقيم للاكس كتير قيمتين للاكس وتعرف تجيب القيمه الثالثه من الانتربوليشن، فتبدا تحسب بالانتربوليشن تطلع معاك قيمه الاكس بتساوي 2.999 اللي هي تقريبا 3. ده معناه ايه؟ ده معناه ان 3 سي او 2. ده معناه ايه برضو؟ لما اجيب قيمه السي او 3 ناقص 0 3 ناقص 3 تطلع بكام؟ 0. ده معناه ان انا ما عنديش اصلا سي او في البرودكت. فتبقى شكل المعادله ازاي؟ سي 3 اتش 8 زائد 12 ونص من الاو 2 زائد 3.76 من 100 من ان 2، يبقى البرودكت عندك 3 سي او 2 7.5 او 2 4 اتش او 47 ان 2. يبقى دي دلوقتي بقت المعادله اللي انت هتستخدمها في حل بقيه المساله، انك تجيب الانسلبي او بمعنى صح تجيب الكيو او الهيت ترانسفير او اللوسز اللي هيحصل. تمام، وده كان اخر الشيت. لو في اي مشكله او اي حد عنده مساله او ما هو معاه مساله عايز نحلها له او نتكلم في حلها برده ما عنديش مشكله، في اي وقت نتواصل مع بعض، وان شاء الله برده هنقعد مع بعض قبل الفاينل برضو ونقعد نحل المسائل زي قبل الميدترم كده، واديكم مساله واديكم شويه نظري برضو تذاكروه حاجات ممكن ان شاء الله تفيدكم يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.